السلام عليكم بنات، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم زينين. بنات هاليوم راح نسوي ضفيرة الشوكولاتة او النوتيلا. هذه اللي تشوفوها امامكم هشة مثل القطن ولذيذة نفس الوقت. شوفوا الشوكولاتة داخلها. هشة مثل القطن ولذيذة جدا. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. المواد اللي احتاجها لوصفتنا لهذا اليوم عندي هنا كوبين غير مملوءة من الطحين. احتاج خميرة مثل ما تشوفون 7 غرامات من الخميرة. احتاج بيضة واحدة، 3 معالق كبار من السكر، 50 غرام من الزبدة بحرارة الغرفة، أقل من نصف كوب حليب دافي، نصف ملعقة صغيرة من الملح، واحتاج أيضا النوتيلا أو الشوكولاتة المبروشة. أول شيء راح أخلط كل المواد الجافة مع بعض، الملح السكر، واخلطهم. بعدها اضيف الحليب والبيضة. وابدي بالعجن. هذه الأثناء أضيف الزبدة وأستمر بالعجن. مثل ما تشوفون عجينة كلش سهلة تنعجن بالملعقة. أيضا شوفوا عجينة هشة بهذا الشكل. مفروض تكون العجينة، ما اريدها يعني اقوى من هذه، لازم تكون بهذه الهشاشة. وراح اغطي العجينة واتركها ترتاح او تختمر وارجع لكم. بعد ما اختمرت العجينة مثل ما تشوفون راح افرغها على هذا البورد واقسمها الى 4 اجزاء. ارش القليل من الطحين على البورد. أكونها على شكل كرات وأتركها على جهة إلى أن ما خليها ترتاح شوية. بعد ما تشكلها على شكل كرات بعدها راح أبدي أحشيها بالشوكولاتة أو النوتيلا. أخذ أول عجينة أفتحها على شكل يعني بالطول تنفتح، ما اريدها دائري. بعد ما فتحتها بهذا الشكل راح اخلي لها عندي النوتيلا. بعدها أغلقها بهذا الشكل. وألفها فوقاتها هذا الشكل. فرغها من الهواء ايضا اذا باقي بها هواء هذا الشكل، واتركها على جهة.
اخذ الثانيه افتحها نفس الطريقه. احشيها بالنوتيلا. واغلقها نفس الطريقة. افرغها من الهواء احاول. والفها واتركها على جهة. واستمر بكل العجاين نفس الطريقة وارجع لكم. مثل ما تشوفون بنات بعد ما انتهيت من تحضير العجاين هذه وحدة منهم. اجيب الباقين اخليها بهذا الشكل. خليتهم بهذا الشكل اول مرة اول شيء، بعدين راح اخذ هذه اقلبها وهذه ايضا يعني وحدة عكس الثانية. بعدها راح اخذ هذه اقلبها بهذا الشكل وهذه بهذا الشكل وهذولا نفس الشيء هذا الشكل. بعدها اخذ هذه بهذا الشكل هذولا اسويها على شكل ضفيرة. شكل واستمر بالظفر بهذه الطريقة. شوفوا بعدها هكذا انتهيت منها. عندي هنا أنا هذا قالب الكيك، ارفعها كلها واخليها بقالب الكيك هذا الشكل. واغطيها واتركها ترتاح او تختمر مره ثانيه وارجع لكم. بعد ما تركت العجينه ترتاح لمده يعني بين الربع ساعه والعشرين دقيقه، راح ادهنها بالبيض. وسخنت الفرن درجه حراره 180 واخليها بالفرن لمده 20 دقيقه الى ان ما تشقر وتنضج هذه المعجنات الرهيبه الطيبه جدا ضفيرة الشوكولاتة. أدخلها بالفرن مثل ما قلت لكم درجة حرارة الفرن 180 لمدة 20 دقيقة وارجع لكم. هكذا بنات مثل ما تشوفون بعد ما طلعت ضفيرة الشوكولاتة أو النوتيلا من الفرن تركتها تبرد شوية، بعدين راح أرش عليها السكر الباودر بهذا الشكل وأقصها. شوفوا هو هذا شكلها، هذا شكلها. أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها. وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.